هاي جايز، كيفكم؟ معكم شروق سانشاين وهي قناتي على اليوتيوب. اليوم جايبت لكم اكيد فيديو لبرودكت جديد طرحته بنفيت في الاسواق. زي ما بتشوفوا انا مش حاطه شيء حواجب اليوم ولا اي شيء. كنت بالزمانات عامله مايكرو بليدنج لمره واحده وفشل، بعترف انه فشل، ومن بعده حرمت اقرب حواجبي او اخلي اي حدا يعمل لي مايكرو بليدنج او يعملوا لي حتى تاتو حواجب. طبيعه حواجبي شوي ناعمين، شعراتهم كثير خفاف، وبحس انه بنفيت هي اكثر براند تهتم بالحواجب. الي اكثر من سنتين بستعمل هيدي البراند لحواجبي. رح نرسم اليوم مع بعض مع جيمي برو بلس فوليومايزنج بنسل اللي هو جديد، وانا برسم فيه رح احكي لكم كثير اشياء عنه. سو شو رح اعمل هلا؟ طبعا انا بلشت هون ولكن رح اوقف، رح روح ارسم هذا الحاجب بال جيمي برو بلس فوليومايزنج بنسل وارجع نشوف الفرق بين هاد وهاد. سو حاجب او حاجب لا، عملته هيدا بالبنسل بالجيمي برو بلس فوليومايزنج بنسل. شوفوا الفرق، طبعا ما بيطلع، ما بيقشط، ما بيسحل، ما بتاثر بالسباحه بالمي باي شيء. فيك تعملي كل الاكتيفيتيز بدك تعمليهم، ما له وزنه كثير خفيف. It lasts for 12 hours، مدة 12 ساعة، فيك تسبحي، فيك تعملي كل الأكتيفيتيز. سو هذا البرودكت بطير العقل صراحة. رح أروح أعمل الحاجب الثاني. أنا كثير تعرضت للتنمر بسبب حواجبي لليوم بالتعليقات، بتعرض يعني تعليقاتكم كثير، في منها بيقولوا لي ليش حواجبك هيك وليش كذا وليش كذا. السبب يعني اللي بخليني أرتاح شوي هو إني بستعمل هذا البرودكت وكل اللاين تبع بنفيتس. يعني اهم مستب عندي في الميك اب الصباحي تبعي، او حتى اذا بدي اطلع بالليل، اللي هو الحواجب، هو اكثر شيء بياخذ مني وقت. انا ضد التاتو الحواجب، انا ضد اي حدا يلعب في الحواجب، لانه اذا حدا بيعمل لكم مستيك صغير تخسروا لوك كامل. فارسموه انتو بهيدا البرودكت اللي انا بشوفها توب 1 برودكت للحواجب بالعالم. تمام، خليكم لنعمل حاجب ثاني ونرجع. اوكي جايز، سو هاي الفاينل لوك للحواجب، رسمتهم بجيمي برو بلس فوليومايزنج بنسل. فيكم تلاقوا اللينك موجود في الديسكريبشن تبعي في قناة اليوتيوب، اكبسوا عليه فيكم تطلبوا من سيفورا. طبعا اتس ماي فيفورت، حبيته كتير، او فيني اعمل فيه اشياء كتير اكتيفيتيز، فيني اسبح وما يقصط او ينزل. تمام، بنصحكم تطلبوا تجربوه، اكتبوا لي رايكم اذا شربتوه في التعليقات رح اقراهم. بحبكم كتير، رح اعمل فاينل لوك ميك اب واكون معكم. طبعا رح استعمل برودكتس من بنفيت. برونزر رح استعمل هيدا البلاش برضو من بنفيت، حقرب على عيني شوي، نرجع نحط بلاش هيك. راح استعمل داندي لاين تمام هون باكو. راح استعمل هيدا التنت من بنفيت كمان، شوي نعطي ناتشرال لوك. بصي سو هيدا هو الفاينل لوك، فيكم تطلبوا هيدا البرودكت من الديسكريبشن، من الوصف عندي على اليوتيوب. بحبكم كتير، زي شروق، تحياتي، باي.